عايز اتكلم على موضوع الاستاد، موضوع استاد النادي الاهلي، لان طبعا جمهور النادي الاهلي منتظر هذه اللحظه ومنتظر انه يشوف استاد الاهلي على ارض الواقع. وفي الحقيقه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن الكبير جدا جدا اسطوره الكره المصريه الكابتن محمود الخطيب بيعمل بشكل مستمر على تحقيق هذا الهدف، وبيتحرك في اكثر من اتجاه وبيقترب جدا جدا من تحقيق هذا الحلم. يعني بالمناسبة الملف ده مش متوقف، لأن ناس كتير جدا معتقدة أن القصة وقفت وأن ما فيش حاجة وكلام من ده، مفيش جديد هيحصل. يعني لا، في خطوات مستمرة موجودة في النادي الأهلي، وفي تحركات مهمة، والتصميم بالمناسبة الشكل الجديد بتاع الاستاد يعتبر خلص، وكان هيتم الإعلان عنه يوم 10 بس اتأجل، تمام؟ فبالتالي هيتعمل حفل كبير من المفترض في مكان او احدى الاماكن الاثريه، ده المقترح اللي موجود داخل النادي الاهلي للاعلان عن التصميم النهائي لاستاد النادي الاهلي. ده هيحصل ان شاء الله باذن الله طبقا للمعلومه اللي عندنا. حقوق بقى التسميه، لان ده امر مهم، لم يحسم اسم الشركه او حق التسميه. يعني لم يحسم اسم الشركه الحاصله على حق الايه التسميه. هناك 3 شركات كبرى تتنافس على تسميه استاد الاهلي. مين هم الشركات دي؟ شركه اليانز الالمانيه، وهناك شركه اماراتيه، وشركه مصريه. الـ3 دول لحد اللحظه دي هم في تنافس قوي جدا على الحصول على حق تسميه استاد النادي الاهلي. غير يا جماعه ده الشركه دي الشركات دي غير الشركه الايه المصممه للتصميم الاستاد، دي حاجه ودي حاجه، دي شركه خاصه بتسميه الاستاد لسه بيتسابقوا على هذا، يعني فاهم قصدي؟ لكن الشركه اللي بتصمم دي حاجه تانية، تقريبا شركه امريكيه انجليزيه على ما اتذكر يعني. خلاص، فده الموقف بخصوص موضوع استاد النادي الاهلي. طيب، الاهلي فريق النهارده اجازه، كان في تدريبات امبارح، هيستأنف تدريباته بكره وهيوصل استعداداته لمباراه السوبر. السفر هيكون او لمباراتي السوبر، السفر هيكون يوم 17 اكتوبر الجاري. البطوله طبعا زي ما انتم عارفين من 20 ل 24. النهارده الاهلي اعلن بشكل رسمي ان الضماطي رئيسا لبعثه الفريق في السوبر المصري اللي هو الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره. بخلاف كده فالاهلي هيستعد من خلال مباراه وديه، اهو ده اعلان النادي الاهلي الرسمي عن رئاسه الاستاذ محمد الضماطي لبعثه الفريق هناك في السوبر. هيكون في مباراه وديه يوم الجمعه اللي جايه قدام حرس الحدود في اطار الاستعداد للمشاركه في بطوله كاس السوبر المصري اللي هتقام في الامارات خلال الشهر الجاري ده، في اطار البرنامج اللي وضعه مستر مارسيل كولر يعني. طيب النهارده